السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد وياكم ماجلان البلدان، ماجلان الأوطان، ماجلان في كل مكان وزمان، وبالأخص ماجلان في رمضان. خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامية، وش اللي يميزهم، وش أطباقهم بهذا الشهر، وش مشروباتهم، وإيش العادات والتقاليد عندهم. خلونا نشوف ونستمتع بأجواء. من زمان في القديم، يعني الماضي الجميل، كانوا الناس يطوفون بين الشوارع والأزقة وهم ينشدون وطبلون وصفقوا ويستقبلون أحلى ضيوف السنة، يستقبلون شهر رمضان بكل بهجة وفرح. المشهد لما نشوفه في هالأيام مع الأسف. تستعد ربات البيوت في تجهيز لصحون والقدور وكل المواعين. طبعا قديما كانوا ينتظرون صفار القدور يمر ديرتهم قبل شهر رمضان بفارغ الصبر. رمضان زمان كان جميل في كل الدول، لكن البلد اللي اختاره ماجلان ليكم اليوم جميل في الماضي والحاضر، البحرين في شهر رمضان. أجواء وفعاليات طول اليوم، مناسبات واحتفالات، مهرجانات وأحياءات تملي المملكة الصغيرة. شهر رمضان في البحرين يعد من أكثر الأوقات والأماكن إثارة في الشرق الأوسط. وما أني أعرف البحرين زين ما زين، أقدر أقول لكم مو بس في الشرق الأوسط، في العالم كله بعد أضمن لكم الأجواء الرمضانية والعبادية والروحانية فيها. هذا الشهر بمثابة وقت تعميق العلاقات بين الأقارب والأصدقاء. شهر يعتبر الشعب البحرين مقدس بشكل خاص وله رونقة خصوصيته، وقت لذروة عطاء المجتمع، وقت أنشطة المؤسسات والجمعيات، وقت العبادة والتوجه لله سبحانه وتعالى. في البحرين تشوف اللي ما تشوفه في مكان ثاني، أقدر أؤكد لك هالشيء. على الرغم من صغر حجمها إلا إنها تتفوق في أجواءها خلال الشهر الفضيل. وإيش المميز عندهم؟ خلونا نشوف يا ماجلان يخبرنا عن كل صغيرة وكبيرة. لكن قبل هذا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، حارسكم ترى. متوسط ساعات الصيام عندهم، أقصر عدد ساعات الصيام في البحرين هو أول يوم طبعا حوالي 14 ساعة و27 دقيقة، وأطول عدد ساعات حوالي 15 ساعة و7 دقائق. خلنا نجي للأجواء الرمضانية. بنبدأ وياكم ويا الأشياء المميزة جدا في شهر رمضان. وإيش اللي يتغير في شهر رمضان في البحرين؟ من يدخل رمضان وش يصير؟ أول الأمور اللي تتغير ساعات العمل، عدد الساعات يقل، وفي أغلب الأعمال يبدأ العمل في وقت متأخر، يقدمون الدوام، وتفتح المحلات والمطاعم في وقت متأخر كلش، وما يغلقون محلاتهم إلا نص الليل قبل الفجر بشوي. بعد الله يسلمكم لا تقام أي مناسبات تصاحبها موسيقى. فشهر رمضان يشكل وقت مقدس وشهر خير وطاعة. في البحرين يركز الفرد تركيز كبير على الاجتماع بأهله وأصدقائه، فتشوفه يرتب يومه ترتب. ضروري أنه في اليوم الواحد يلتقي ويتجمع ويا أهله ويقعد وياهم، وفي منتصف الليل عادة يقعد وسامر أصدقائه. وفي البحرين بعد ما شاء الله من الأنشطة والفعاليات على مدار الشهر، تبدأ من قبل الشهر وتنتهي ويا أيام العيد. الأطفال لهم نصيب عالي من هالفعاليات، وأهم حدث ونشاط بالنسبة للأطفال هو القرقعة، ويقام في منتصف الشهر اللي هو يوم 15 من شهر رمضان، وهو تقليد فريد يميز مناطق دول الخليج. وفي تشوف الطفل يلبس أجدد الملابس، يكشخ يعني، ويردد أناشيد خاصة بهذا اليوم، ويتجول الطفل من منزل لمنزل آخر يحمل فيه تشيس، حبذا التشيس يكون كبير حق فول، وكل بيت قدم نوع من أنواع الحلاوة أو هدية إلى هذا الطفل. وعادة تشوف الأطفال على شكل مجموعة، وكل مجموعة تنشد هذا النشيد اللي هو لنعرفه ناصفة حلاوة على النبي صلاة، اعطونا من مالكم
الله يخلي عيالكم. ما في احد ما يعرف. فهذه الفعالية تشوفها في البحرين ككل، مو بس القرى والبيوت، لدرجة حتى المحلات التجارية والمجمعات صارت تشارك الأطفال فرحتهم. وهذا النشاط خلق بهجة ما لها نظير في أجواء شهر رمضان، خصوصا عند الطفل، صار يحب وينتظر شهر الله طول السنة. طبعا يبدأ الاستعداد لشهر رمضان في البحرين من قبل شهرين، من شهر رجب تبدأ فيه الفعاليات الإيمانية، من أدعية وندوات ورش عمل خاصة للتهيئة إلى الشهر الكريم. يعني ما يجي شهر رمضان إلا الفرد مستعد له ومستعد لإحياء. تتكثف التجمعات الإيمانية كل ما قرب الشهر. ومن الأمور الملفتة في البحرين خلال الاستهلال إنك تشوف الجماعات كلها تتجمع تحاول تشوف خيط الهلال في سماء المنام. وطبعا يركبون الزينة في الشوارع والمحلات التجارية وكل المؤسسات عندهم. ومن يبدأ هذا الشهر تبدأ وياه الأجواء الاجتماعية والفعاليات والتجمعات والعبادات وغيرها، أمسيات ولا أروع، مجالس وقراءة القرآن. على طار المجالس، في البحرين كل بيت من البيوت بعد الإفطار مباشرة يفتح مجلسه يستقبل فيه الضيوف، يقرؤون فيه القرآن، وتشوف أهل المنطقة يتنقلون من مجلس لمجلس، زيارة وقراءة واستمتاع، ضيافة قل نظيرها في كل البلدان. طبعا بعض العادات لا زالت مستمرة في هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بعطائه، مثل تبادل الأطباق بين الأهل والجيران والأقارب، وتقام الفعاليات خب طول الوقت من النهار إلى منتصف الليل. يستغلون النهار في تعليم القرآن والمسابقات الثقافية في جميع القرى، والليل يستغلون بالتجمعات ومجالس القرآن والأدعية، وأيضا أهم شيء الغبقات الرمضانية اللي عادة تقيمها الشركات والمؤسسات لموظفين. أي حد زار البحرين في شهر رمضان لابد أنه لمس زيادة درجة التسامح والتقوى والإيمان خلال هذا الشهر. وتتميز القرى أنها تعزم أهل القرية كامل على وجبة إفطار، ففي النهار وقبل الأذان بساعات قليلة تشوف الناس تتوجه لمنزل صاحب العزيمة وهي تحمل القدور والأوان، فتكون العزيمة بهذه الطريقة. وهذه عادات أهل البحرين من قبل ومستمرة حتى هذا الوقت. خلنا نجي للأجواء العبادية. الأجواء الإيمانية والروحانية في البحرين خلال شهر الله لها معنى خاص جدا. تعيش في كل محافظة وكل منطقة ومدينة وقرية وكل فريق، وتشعر بالهدوء والسكينة والأجواء اللي يغلب عليها الطابع الإيمان. في البحرين بتعيش رمضان بشكل مميز ما ينوصف، وهذه الأجواء ما تنقطع طول اليوم. يعني أي وقت تبغي تتعبد فيه موجودة فعاليات في أماكن معينة، تتعلم قرآن، تتثقف، أدعية ومناجات، محاضرات، ندوات ورش عمل، زيارات، مسابقات وغيرها وغيرها وكثير من الأشياء. تقدر تستغل شهر رمضان في الطاعة بشكل خاص في هذا البلد الصغير. ومن العوامل والأسباب سهولة التنقل من مكان لآخر لصغر حجم المملكة. المساجد على الرغم من أنها تمتلئ طول السنة، إلا أن خلال شهر رمضان تشوف الحشود من المصلين لخارج المساجد من قبل الصلاة بمدة، ودائما ينظمون حملات تطوعية لترتيب وتنظيف المساجد في القرى. وطبعا تكون الحملات في النهار، وفي كل يوم تحصل فعالية مركزية كبيرة يتوجه فيها أهل القرى للقرية اللي فيها الفعالية المركزية، وتقام فيها الفعالية سواء كانت دعاء أو محاضرة أو ندوة أو غيرها من الأمور الإيمانية. ولما نتزور البحرين خلال الشهر الكريم بتتعرف على أمور كثيرة ما ذكرتها طبعا لكثرتها، وبتعيش شهر رمضان بأحلى صورة وبأبهج الأماكن في العالم. خلنا نجي للفقرة للكل ينتظره. في شهر رمضان ما تدري شلون إن الأكل يصير ليه طعم غير ألذ وأحلى. يصير في البحرين يتجمعون الناس وقت الأذان في المساجد، يجهزون المتطوعين في المساجد طاولة إفطار فيها وجبات خفيفة، وكل شخص يجيب وياه طبق من بيتهم، فتصير المائدة عامر، كل واحد يجيب شي من بيت. ومن يأذن يفطرون على الماء والتمر واللبن والأطباق الشعبية البحرينية. يصلون في المساجد ويتوجهون مباشرة إلى بيوتهم، يقعدون ويا عوائلهم على مائدة واحدة
وتتسع المائدة حتى إلى الأصدقاء والجيران بعد، ويتجسد معنى المودة على أصولها في هذا الشهر الكريم. ومن أشهر الأطباق على مائدتهم ومثل جميع دول الخليج أهم شيء عندهم العيش واللحم، فتشوف المكبوس حاضر وبقوة في المائدة. عندهم الثريد والهريس، أهم شيء القيمات، الخنفروش يا عمري على الخنفروش، الكباب البحريني، المحلبية خب لازم عقب الفطور، الساقو، ولابد من وجود السلطات قبل الوجبة أو شوربة، والحلويات بعدها، يعني ما تقوم من السفرة إلا وانت خلاص بتنسدح محلك. في طبق في بالك وما قلته اكتبوا لي تحت في التعليقات. طبعا بعد الفطور مثل ما خبرتكم يزورون المجالس لقراءة القرآن، وانا خاطر في حليب بيت سي ابراهيم صراحة، وتتم الضيافة على اكمل وجه، ايضا حلويات وشاي، وفي السحور غالبا يتسحرون باشياء خفيفة، بس الشباب انا ما اتوقع يعني اشياء خفيفة. وتقام الغبقات الرمضانية في هذا الوقت منتصف في الليل يعني على نظام البوفيه. البحرين شفاخر من الآخر، فما بالك في شهر رمضان. أخذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان، وتعرفنا على أجواء البحرين وعاداتهم في شهر الله. ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة، وانتظروا ما جلان في رمضان وأجواء جديدة في بلد آخر.